يا هلا وسهلا فيكم جميعا. طبعا قبل لا نبدا في خلال هذه الساعتين نحكي فيها كثير من الامور، خلينا كذا نطلع مع بعض ونشوف هذا الخبر المفرح، واكيد الشعب السعودي من ابناء وبنات كانوا مبسوطين بهذا الخبر بعد ما طمن سمو ولي العهد الجميع على صحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، واعرب عن تقديره لكل من سال عن خادم الحرمين الشريفين، وايضا اطمن على صحته الله يحفظه لنا. طبعا خلينا نطلع نشوف مع بعض كذا فيديو قصير من بعده نرجع. يوم في يوم من الأيام لأن أكون مكرما، إن الإنسان عندما يتولى المسؤولية فهو يعمل واجبا عليه. أشعر بالمسؤولية، أشعر بثقل حمل الثقة، وأحاسب على خطواتي أكثر حتى أكون إن شاء الله من حسن ثقتكم. طبعا هذا إهداء بسيط يعبر عن محبتنا
وفرحتنا كمان بطبعا خادم الحرمين الشريفين أبونا والدنا وقائدنا الملك سلمان، وأكيد كثير مبسوطين بهذا الخبر السعيد ونتمنى له تمام الشفاء والله يديمه لنا بكامل صحته بإذن واحد أحد. الله يحفظه ويطول عمره ويديمه لنا وللأمة الإسلامية. يعني يمكن شفنا في بداية المقطع أيضا يعني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كان يقول أنا أشعر بمسؤولية بعبء على عاتقي. فعلا يعني هو فقط مسؤول عن شعبه في المملكة العربية السعودية، لا أيضا عن الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة وخدمة ضيوف الرحمن. الله يطول في عمره ويمده بالصحة والعافية أبونا جميعا، وفعلا كان الكليب والكلمات جدا مؤثرة. يعني نقول ألف الحمد لله على سلامته، إن شاء الله ما نشوف فيه مكروه يا رب.